يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع البارحة بحال هاد الوقت كنا خلينا كلامنا في سؤال على الطريقة ديال التخفاف من الغلة اللي في الشجرة بالدواء الكيماوي، وهو وقتاش خاصنا نديرو هاد العملية ديال التخفاف. واليوم غادي نجاوبوا على هاد السؤال، لكن من بعد ما نزيد نأكد على واحد القضية كنت شلت لها البارح لكن بالزربة. هاد القضية هي استعمال الطريقة الكيماوية في التخفاف من الحب اللي على ظهر الشجرة ديال الفواكه. خاصنا نعرفوا ان هاد الادويه كلها اللي تتكون فيها هذيك الماده الهرمونيه راها صعيبه في استعمالها، واقل من هي حاجه يمكن تغير النتيجه ديالها، بحال مثلا الحراره ولا الريح ولا الزياده في الكميه ديالها اكثر من القياس ولو بشي شويه، ولا الى تدات ماشي في وقتها اللي مخصص لها. اذا خاصنا نعقلوا مزيان على ان الفوائد ديالها راها مزيانه، ولكن خاص الانسان يكون عايش مع الجنان ديالو وعارفه مزيان ومتبع الشجر بالنهار وخوه. اما الا بغينا نرجعوا دابا نجاوبوا على هذاك السؤال ديال وقتاش نتدخلوا بالطريقه الكيماويه ولا بالطريقه ديال الخدامه اللي يحيدوا وينقصوا من الغله بيديهم، غادي يمكننا نقولوا انه غالبا النتائج المزيانه تتكون كل ما كانت هذه العمليه في الوقت اللي الحب مازال صغير قبل ما يبدا يتحاسد ويتزاحم بيناته. لكن من جهة أخرى خاصنا نخليو شوية ديال الوقت للحب باش يتفرز من نور الرقيق والغليظ، أي يتفرز الحب اللي باغينو يبقى على الشجرة من الحب اللي خاصو يتخفف ويطيح. وهذا علاش تتكون هاد العملية غالبا من اللي الحب المتوسط في الشجرة تيوصل لهذيك 10-12 مليمتر ديال الغلد. لكن حتى هنا خاصنا نركزوا على واحد القضية، هي أن هاد الوقت مزيان لبعض الأدوية، وبالنسبة للأدوية أخرى خاصة ما تدار حتى من بعد، وواحدة أخرى خاصة تدار قبل. إذن نراعيوا الشكل ديال الدواء اللي غادي نخدموه، وأحسن من هاد الشي كله نستشروا مع السيد اللي غادي يبيع لنا هاد الدواء وهاد المادة الهرمونية باش نخدموها في أحسن وقت بالنسبة لها. ملاحظة اليوم، سألنا اليوم في كلامنا على الوقت المناسب فاش خاصنا نديرو التخفاف من الحب اللي على ظهر الشجرة، وقلنا بأن الوقت المناسب هو فاش تكون الغلة بدأت تغلاض شوية باش يمكن يتعزل الحب الرقيق اللي يطيح من الحب اللي بدأ يغلاض ويبان واللي عندنا به الغراض يبقى. وفعلا تداروا عدة دراسات في هذا الموضوع ولقوا بأن الشجر اللي موالف تيصفي، أي تيطيح لراسه طرف من داك الشي اللي على ظهره وفي الأول ديال الصيف، احسن وقت هو ملي يكمل التصفيه الاولى، ولكن قبل ما يبدا يصفي المره الثانيه اللي تتبع الاولى بشي ايام قليله من بعد. والتخفاف الى تعطل من بعد التصفيه الاخرى وخلى حتى غلاض الحب اكثر من اللازم، ما تتبقى عنده حتى شي تاثير على النتيجه في الكاليب ديال الغله وقت الجني. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.